السلام عليكم، شلونكم؟ عيني ان شاء الله بخير. انا حبيت اسوي فطاير للعشاء، نفس تقريبا طريقة المسخن، بس اضيف لها بطاطا. المسخن ما بي بطاطا، وحبيت تشوفوها ويا رب ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. صدر مال دجاج هذا ثرمته بايدي مو على الماكينة، بطاطا، بصل، التوابل، ملح، زنجبيل، فلفل اسود، وكاري، ملعقتين مال زيت، جبن موزاريلا، ملعقة واحدة مال طحين، حتى من أطول الخبزة أسويها شلون سائلة، صار مثل العجينة السائلة. وهذا السماق، ملعقتين زيت، وهاي الخبزة، هي خبزة التورتية احنا هنا نستخدمها. هاي أقصها بالنص وأطويها، وشوفوا هاي المواد مالتها. او هسه هنا أنا راح احط الزيت، ملعقتين مال زيت، وبعدين احط شو اسمه زيت الزيتون، هذا عندي استخدمه بس مو هسه، بعدين احطه. بس اول شغله هي نحط الصدر مال الدجاج لحد ما يذبل، ينشف المي مالته. يلا حط ال شو اسمه البصل وياه والبطاطا، بس البطاطا راح اقليها على جنب وبعدين اضيفها وياه. هسه اشوف لكم اياها شلون هذا الدجاج. هسه باخذ اثرب البصل واحط عليها، اشوف لكم اياها شلون. وهذا بدا اللحم نشف من المي مالته. هسه لازم اضيف للبصل، اضيف البصل والبهارات. والبطاطا لان لازم يعني ترمتها ناعم، لازم اقليها لوحدها وبعدين يلا اضيفها مع مع الدجاج والبصل. هاي البطاطا، بعد ما تستوي يلا اضيفها على اللحم. حتى النص الطباخ لها حتى تستوي على راحتها. راح احط زيت الزيتون، شويه زيت بالزيت الزيتون، السماد، حتى السماد يتغير لونه حتى الطعم كلش طيب. طبعا ما اخلصها اشويها بالفرن، ما احب اقليها لان من تقليها يعني نقليها تصير تاخذ زيت اكثر، تصير دسمه كثير، فما نحطها بالفرن تكون احسن اطيب، ومن ناحيه الصحه يعني احسن. هاي البطاطا طبعا ما تستوي اضيفها فوق اللحم. لكن يشبكوا مع بعض. طبعا الخبز قطعته، بس يعني الخبزة سويتها اثنين، قطعتها بالنص، سهلة وحلوة وطيبة بنفس الوقت. هذا اللحم استوى، لحم الدجاج يعني اقصد، يعني استوى خلاص طفيته. والبطاطا ايضا استوت، طبعا البطاطا بس ملح احط لها، هي فقط ملح لاني حاطه البهارات كامله على الدجاج، فما اكو داعي احط بعد بهارات. لازم اخلي كميه من البطاطا لان عندي وحده من بناتي فيجيتيريان،
ما تاكل اللحم، لازم اسوي لها بس بطاطا وجبن حطها فيها. شوفوها بس شوية اخليها تبرد، يلا اقدر اسويها الفهم، لان حارة او تتفتت الخبزة. شوف شكلها شلون شهي، الريحة ما شاء الله كلش طيبة، خاصة حطيت لها السمار سوت الريحة بعد أطيب. طبعا وهاي طحين، ضيف له بس شوية شوية مي. حتى كأنه شو نقول صمغ للخبزة، نلصق بيه الخبزة حتى ما تنفتح تتنثر الحشوة مالتها. هذا كلش كافي، هذا سخنها. واحد يا اما بالفرشة او باصبعه يقدر يلصق الخبزة. بس اخلي تبرد الحشوة واشوفكم شلون اسويها. هسه يعني بردت الحشوة اقدر احشي بها، لان اذا حارة تتفتت الخبزة. الحشوة حطيتها، حط شوية جبن عليها، جبن يسوي بها طعم. هاي العجينة يعني العجينة نستخدمها كلاصق، نلصق بها الخبزة حتى ما توقع الحشوة. تصير بهذا الشكل. طبعا هي أنا خلصت، هذا زيت الزيتون وشوية سماق وياه، أحط على الوجه مالته أمسحها بها حتى ما تصير يابسة، وأيضا يضيف لها طعم. لازم اشويها بالفرن. طبعا كثير طيبة، جربوها وقولوا لي شنو رأيكم بها. اكملها واشويها بالفرن واشوفكم اياها شلونها. طبعا هي بدون ما احطها بالفرن ريحتها كلش طيبه. قلت لكم ما احب اقليها، من اقليها تصير كلها زيت، يعني ما اذا نشويها شو تصير اطيب تصير مقرمشة. بس احطها بالفرن واشوف لكم اياها شلون. ما شاء الله شوفوا طلعتهم من الفرن، والريحة ما شاء الله. هسه خلي احطهم بصحن التقديم وشوفوهم شلون، لان حرات ما اقدر امسكهم. وهذا اصبح عشان اجهز خفيف وصحي. شوف شلون شكلهم صاروا مع سلطة مشكلة مع الخبز بالثوم بالجارليك، جارليك بريد. وإذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.